أمام مقر ولاية الجهات الشرقية بوجدة يحتج عدد كبير من أفراد العائلات الساكنين بحي الضيف في البكاي لأنهم مهددون بالإفراغ، ويتحدثون عن كونهم اشتروا قطعا أرضية بناء على عقود عرفية وبنوا مساكنهم عليها وفق الإجراءات القانونية، غير أنهم كما يصرحون فوجئوا بأحد ورثة مالك الأرض يهددهم بالإفراغ بعد أن أمضوا أزيد من 10 سنوات بمنازلهم. المتضررون يطالبون السلطة العليا بالمدينة بالتدخل لإنصافهم لأنهم مستضعفون ومهددون بأن يصبحوا عرضة للضياع. نتابع الواقع عبر التصريح التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي كريم سنين حسن، قاطن بالضيف البكاي. المشكل اللي عندنا هو اننا احنا اشترينا واحد البقعة ارضية في الضيف البكاي، واشترينا يعني من عند يعني الناس يعني الوارث نتاع الضيف البكاي، الا اننا تفاجئنا يعني السيد كيجيبوا لنا واحد الافراغات من سميتو ولد عم هاد الناس هادو، يعني كيجيبنا واحد الافراغات يعني من المحكمة. دروك حنا يعني الا بغينا تحطوا في الصوره، حنا ما عندناش حتى شي دخل في هذا الشيء. الا عنده شي حاجه عنده يعني يديرها بينه وبين ولاد عمو. حنا خاطر حنا شاريين، حنا ما كنقولوش اودي ما عندوش ولا هذه ولا هذه، العلم لله هي وشنو هي. حنا شاريين يعني الا بغى يستهدف يعني الناس الاخرين بالوثائق ديالك بالوثائق ديالنا يعني، وعندنا رخص البناء، درنا رخص البناء وكذا، ويعني درنا داك التوبوغرافي النهار الاول، والحمد لله يعني راه وكاين ازيد من 1500 نسمه تما. يعني في حاله ما الى طبق هذا الافراغ على هاد الناس هادو، هاد الناس فين غادي يمشيو؟ 1500 نسمه فين غادي؟ لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي الكبير. اذا كانت الوثائق موجوده عندكم قانونين، هذا علاش غادي يطالبكم انتم؟ دروك المشكل هو يعني دروك الا مشى عند ولاد عمو ما غاديش يقدر يدي منهم على شي حاجه. علاش؟ حيت يعني هما داخلين في داك التيتر 11418، يعني هما كلهم كوارثه. دروك هو باع النصيب ديالو، ودروك كيتعدى على النصيب نتاع دوك الناس هذوك اللي راهم شاريين تما. حنا شاريين بعقود، عقود يعني اللي كيما عقود نتاع الاحياء الشعبيه راه معروفه في وجده كلها. راه عندك يعني تقريبا شي 70% نتاع حنا نتاع الساكنه نتاع وجده كلها يعني شاريه بدوك العقود. يعني واش شريتو بالعرف ولا شريتو بالعرف؟ شرينا عقود عرفيه. عقود عرفيه، ولكن هذا هو يعني هذا هو المتداول. شكون اللي مريضهم هذا هما؟ ودابا انتم شنو كتقول لكم الاطر، شكيتوا ولا ما شكيتوش؟ حنا كنمشيو عند اي محامي اللي كنمشيو عنده ما كيقبل لناش الدعوه. ما نعرف العلم لله، ما عرفناش. مشينا عند واحد ثلاثه المحاميين ما كانش اللي بغى يقبل علينا الدعوه. بحال ماشي تيتر، ماشي محفظه. ماشي تيتر ما غاديش هذا. هنا عنده حق، فهمت؟ ماشي تيتر ما غاديش يدخل فيها. علاش يدخل فيها؟ دروك هو شاف هاد الناس مساكن غير مساكن، فهمت ولا؟ وبغى يهجم عليهم. واحد يشكي واحد. بولاد عمو اللي بايعين، حنا يدي يشكي بينا حنا السكان تاع ديك ساكنين. تما كتقولوا عندكم الوثائق. عندهم الرخصه ديال البناء. رخصه السكان ديال البناء، فهمت ولا؟ عنده الرخص كاع وراه باني بالقانون ديالو. وبنا دار وسفلي وفوقي وكيدير داير سفليه كيدير كريدي وما ريدهمش. درك عاجه كيخرج واحد بواحد. فين جا هذا الحي؟ فيلاج بكاي جاي فوق النش. فوق سيدي معافى، قريب سيدي، ما بين سيدي يحيى يعني محادي للغابه نتاع سيدي معافى. رضي الله عنه. محادي للغابه نتاع سيدي معافى. وشفتوا شي مسؤوله ولا مازال؟ حنا شو حنا درنا مراسله للسيد الوالي. دروك يعني من كنمشيو نتبعوا المراسله فين كنلقاوها مشات؟ كنلقاوها مشات للقسم التعمير. قسم التعمير ما كيعطوناش حتى شي حاجه يعني اللي هكذا، اللي يعني شي حاجه اللي يعني نقدروا نوركوا عليها، ولا ما عطاناش حتى شي حاجه. ودرنا وحده لسميتو هذا كيقولوا نتاع المقاطعه، قائد نتاع المقاطعه. ودروك كنتفاجئوا به يعني نتاع المقاطعه كيقول لك ارواح جا لهنا كيقول لك اودي غير روحوا تمشوا في حالاتكم وانا غادي قدكم المشكل كاع، ما تخافوش انا مكلف بهذا الشيء هذا. حنا قلنا له لا، تنشوفوا الوالي هو اللي يصلحنا. شوفوا هذا المشكل ما غاديش نبقى وخصنا الا كانت شي حاجه خصها تكون كتابيه.
يعني الا كان شي حاجه اللي غادي تحمينا خصها تكون كتابيه. ثم وقفتوا لي اول مره ولا سبق درتوا؟ لا حنا درنا وقفات ولكن ما درناهمش على حساب هذا المشكل، درناهم يعني على حساب التعرض. هو كان يدير التعرضات في البلد، يعني التعرضات وهذه وهذه. على ذلك انه الان كيترمى على ملك الغير، يعني بالنسبه للمناطق اللي كان مخصصه لحدائق عموميه او مسجد او تجهيز بالنسبه للساكنه باش تستفد منها، هو الان ترمى عليها وكيحاول ياخذها. واش خداها بالفعل او لا مازال، هذا الله اعلم، يعني خصنا نرجعوا الاوراق. ولكن اكيد انه ترمى على ملك الغير، هذه النقطه الاولى. وثانيا انه بني عمو يعني داروا 6 ديال المترو بالنسبه للطريق، هو ما دار خداو الاحتياط على اساس انه ربما غاديش يخلي الطريق، وما خداو هذه، ومع ذلك هو خدا من هذيك 6 متر خدا 3 متر. كاين واحد البلاصه كاين فيها كاريدو جرده وجامع، هو باش قسمها صافي ديال الرخصات. شفتوها انتم في الاخر راه عبرها جات مع بعض؟ لا شفتوها انتم في البلان، كاين جامع وكاين جامع، قال لك جرده وجامع. هو الا بغيت تشوف يعني عندك بحال هذه اسباس فير، هذه ايكيبمون، يعني هذه وهذه يعني راه يعني نقول لك يعني هذا البلوج الجديد نتاع البلوج الجديد اللي مازال ما تصدقتش عليه، الادارات المعنيه بالامر، يعني ما كاينينش هادو تما، فهمتني؟ يعني هو استغلهم ك يعني بقع ارضيه. وحنا راك تشوف يعني زادهم هو الاكتظاظ تاع السكان، ها هو ما فيه حتى شي حاجه، ما موفرش لا مستوصف ولا. وحنا رحنا واحد النقطه يعني دروك يعني مشينا للسلطات يعني المخصصه بالمساجد، وقالوا لنا ودي يعني خصكم يعني بقعه ارضيه، جيبوا لنا البلان ديالها وحنا نتكلفوا بالمسجد، نتكلفوا بالمسائل وكذا. حنا كنتفاجئوا ما كنلقاوش هاد الايكيبمون، نورمالمون هما اللي ديورنا دروك بغينا نخرجوا منها. حنا المسائل نتاع الطرقان شحال من طريق حرفها، يعني كون نجيو نطبقوا هذا البلو هذا على الفيلاج غادي نلقاو اختلاف. راه كان الكروكي القديم الاول اللي كان لا هنا، هذا اللي يعني تعطتنا هذا تعطتنا ليه الرخص. عندكم شي لاخر شكايات ولا شي نسخ؟ عندنا شكايات هذه درناها السيد الوالي على حساب هذا الشيء نتاع كسميت، ها لاكوزي ديالها هي من قيده، من كنمشيو كيمشيو يديونا غير قسم التعمير، ما كيوصلوناش شي حاجه اخرى. هذه درناها على حساب يعني دوك المساحات الخضراء والاستغلال، هذه درناها للرئيس المجلس البلدي. هذه عاوتاني غير كيفها، ولكن درناها للوكاله الحضريه، ها هي فين مكاشيه لها الوكاله الحضريه. عندنا هذه درناها للسيد الوالي الجهه، ها هي فوقاش مقيده، عندها لاكوزي ديالها فوقاش مقيده. وهذه الشكايه اللي رحنا درناها هذه في 22 شهر 5 2014 بالنسبه لكسميتو لهذه الافراغات اللي راه كاين.